بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة حالة شاب عشريني يعاني من تثدي من الدرجة الثانية، على وشك انه يدخل في الدرجة الثالثة على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. شرفنا من اليمن، اهلا وسهلا بيك. ربنا يعطيك العافية يا دكتور. مشرفنا ومنورنا والحمد لله على السلامة مقدمة. الله يسلمك ويعافيك. استأذنك، هنلف 90 درجة يمين زي ما احنا شايفين في التثدي واضح اهو، في بروز كبير للثدي من هنا، حجم الهالة البنية كبير، الحلمات مقلوبة داخلة لجوه. استأذنك هنلف الناحية التانية برضو نفس الكلام، هنا في برضو بروز واضح للثدي، في كتلة كبيرة قادر امسكها بايدي. خلاص يا بطل هنلف تاني، الحلمتين مقلوبين داخلين لجوه، حجم الغدد كبير، حجم الجانبي للثدي كبير جدا. ان شاء الله هنشتغل كده ايه خطوة بخطوة، وتابعونا كده لحد ما نشوف كمية الدهون اللي طلعناها والغدد والشكل النهائي عامل ازاي. تابعونا. رجعنا لكم مرة تانية، احنا في وسط العملية، احنا شفطنا الدهون اللي موجودة على الناحية اليمين بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين سمك الجلد هنا بقى رقيق خالص، اكتر بكتير من اللي موجود على الناحية التانية. لو شايفين هنا تلاقي سمك الجلد تخين جدا، لسه حاسين بالدهون حواليها تحتها الهالة البنية في الغدد. هنا خلاص بقت حاسين الغدة بس تحت الهالة البنية. ان شاء الله هنفتح نطلع الغدد اللبنية ونرجع لكم بفيديو اخير في الشكل النهائي عامل ازاي. تابعونا. رجعنا لكم مرة تانية، احنا خلاص خلصنا شفط على الناحية الشمال واستأصلنا الغدد على الناحية اليمين. قادرين دلوقتي نشوف الفرق، الناحية اليمين بقت مستقيمة خالص، في الفيديو اللي فات كان لسه فيها الايه، كان لسه فيها الدهون والغدد. هنا شفطنا الدهون، فاضل الغدة بس كتلة تحت ايدي. لو قارناها بالناحية اليمين هنلاقي الناحية اليمين بقت سموس خالص وفلات، سمك الجلد بقى رقيق. هنا لو تفتكروا الفيديو اللي فات كان سمك الجلد تخين، هنا بقى رقيق خالص وشفطنا كمان الدهون اللي تحت القبط. دلوقتي هنفتح على الناحية الشمال نطلع منها الغدد اللبنية عشان نسويها بالناحية اليمين. هنرجع لكم بفيديو اخر ان شاء الله. تابعونا. رجعنا لكم بفيديو اخير، ده الشكل النهائي بتاعنا. خلاص الحمد لله شفطنا الدهون بالكامل من الصدر، استأصلنا الغدد اللبنية على الناحيتين اليمين والشمال، وده شكل الصدر مفرود الحمد لله. التثدي اختفى تماما وقفلنا الحالة بشكل تجميلي. اتمنى ان الحالة تكون عجبتكم واشوفكم في فيديوهات جديدة.